عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان الحمد لله. كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم واحد لي صوشو معمرن بالخضار. غندوزو دابا للحشوه، نصايب الحشوه هي الاولى باش نخليها تبرد، عاد ندوز معكم للعجينه. ها انتم عندي هنا بصله كبيره مشلطه، وعندي هنا خيزو محكوك، جوج خيزوات محكوكين، عندي قريعه خضراء محكوكه، عندي واحد طريف ديال المكور اولا ليشو مقطع طريفات رقاق، كاينه فلفله خضراء، فلفله حمراء، وفلفله صفراء، كاين طريف ديال الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات رقاق، اللي بغى يدير الكفته ولا اللي بغى يدير الطون، كل واحد يدير اللي بغى، اولا غير الخضر نخليو غير الخضر حتى هما راه كيجيو زوينين. الزيتون مقطع. بالنسبه للعطريه غنطيب دابا غير بالملح والبزار حتى يطيب لينا، عاد ندير العطريه. العطريه عندي فيها هنا معلقه صغيره ديال عطريه الشاورما، ومعلقه صغيره ديال الكركم، ومعلقه كبيره ديال التحميره، واحد راس المعلقه ديال الكمون، وجوج وريقات ديال الرند. بسم الله على بركه الله. درت هنا البصله في المقله، غادي ندير عليها الزيت، روميه شويه، روميه شويه بلديه، نخليو البصله تنزل لينا شويه، نزيدو عليها الدجاج، ملي نشوفو الدجاج بدا يطيب عاد نبداو نزيدو الخضره شويه بشويه. ندير دابا البصل، ندير الملح، الملح على حسب الذوق، ندير هاد الوريقات ديال الرند، نخلط مزيان، ونديهم البوطه يتشحروا. ثم كما كتشوفوا من بعد ما نزلت لينا البصله غنزيد دابا الدجاج، ثم البنات دابا ندير الفلفله، هاد الفلفله الصفراء والحمراء تكون قاصحه شويه على الخضره، نزيد دابا الخضره. نزيد دابا المكور، نزيد دابا كلشي، نخليها تشحر مزيان، ملي نقربو نستوي عليه غنزيد الهريسة والعطرية اللي بقات، نزيد الكركم، واحد نص معلقه ديال الهريسه حمراء، وشويه خضراء، خضراء شويه حامض، يا كامل يوم حرك مزيان. انا البنات راه الخضره مهمه، وليداتنا ما كيبغيوش ياكلوها، لا في الطاجين لا في الكسكسو، اللي درنا لهم هادو راه كيعجبوهم، ما كيعرفوش شنو فيهم، كياكلهم كيستافدو من الخضره. نزيد دابا الزيتون، قطعت طريفه دقه، خليها تشحر غير واحد شويه، نبكي عليها، نشفات
نحاول ليها نقطع هنا باش تبرد، نمشي نعجن العجينه، ندوز معاكم نعجن العجينه باش يلا ترتاح لنا شويه على ما تبرد هاد الحشوه العجينه ترتاح. هانتوما البنات بالنسبه للعجينه، هنا عندي زلافه كبيره ديال الفورص، واحد الكويس ديال فينو، ندير فيه شويه سنيده او واحد القبيصه، اللي عنده العسل يدير واحد المعلقه ديال العسل، انا ما عنديش العسل، غندير الملح صافي، هادشي اللي غندير فيها، غنجمعها بميه دافيه والعجينه البنات ما كتبغيش تكون مرخوفه، كتبغي تكون شويه شاده راسها، نبقى نجمعها هكا شويه بشويه، تجمع لينا العجينه وندلكها مزيان. هانتوما البنات من بعد ما جمعت ليا ودلكتها مزيان، دابا انا غنقطعها، نديرو هكا ورات صغيرة، قد البيض ها باش يجيونا قد قد. نديرو مكويرات بحال هكذا، نكوروهم كاملين ونغطيوهم سلوفان، ونخليو العجينة ترتاح تاني واحد شوية باش تجينا ساهلة في التوريق. جينا واحد ربع ساعة، كما كتشوفوا الحشوة ديالنا هي بردت، هذه الشعرية الصينية انا درت عليها المطايب وشوية الملح وريقة ديال الموسى اولا وريقة درن، خليتها في الماء واحد شوية، درت عليها الماء بارد، انا نقطعها دابا، نحاول نقطعوها رقيقه، نخلطها مع الحشوه ديالنا راها بارده، صافي نديرها. هنا عندي البنات الفرماج متزاري اللي حكيته، نخلط كل شيء، الوريقة الدرن نحيدهم بهذا الشكل، تكون طويلة شوية ماشي مربعة، نورقو مزيان، ندير شوية ونطوي هكذا، نعاود هذا
نديرو شويه ديال الزيت. العجينة كان خصها تزيد ترتاح شوية. انا كنورق وانا كنحاول نخليها تجيني طويله ما تجينيش مربعه. هانتوما بحال هكا لاصقوهم، راه ما حيت ما فيهمش الخميره راه ما يتلاصقوش. نبقاو غادي بهاد الطريقة نكملو كلشي. راهم ساهلين البنات، راه مفيهمش شي حاجة ولا شي تعب. المهم هي الخضرة نعطيوها لوليداتنا. نحاولوا البنات نحسبوا الكويرات اللي عندنا، نقسموا هذه الحشوه باش يجينا قد قد، ما تبقاش شايطه لينا لا الحشوه لا العجينه. نشدو البنات واحد البيضة ندير معاها واحد المعلقة ديال الكركم، معلقة صغيرة، نضربها مزيان.
وغادي ندهنهم. هاد العجينه البنات انا راه عندي في بلاصه الورقه، الا ما كانتش الورقه كندير غير هاد العجينه، بالاخص في رمضان كنخدمها بزاف. نشعل الفران فوق ولتحت، نخليهم يطيبوا على الخاطر باش يجيونا مقرمشة. صافي على ما يسخن لنا الفران انا مشعله وندخلهم يطيبوا. هانتوما البنات من بعد ما جبدناهم من الفران شوفوا كي جاوا، جاوا محمرين مذهبين ومقرمشين، جاوا غزالين. هانتوما شوفوا طيبين من الفوق ومن التحت ومازال سخانين. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما البنات شوفو كيفاش جاو، هانتوما جاو غزالين. عجبتكم البنات الفكرة ما تنساوش تدخلوا القناة ديالي وديروا لي ابوني وديروا لي لايك، تخليوا لي التعاليق الزوينين ديالكم.